الأمر ليس العام 2019. هذا احتجاج منظم من التيار الصدري لتحقيق أهداف منها عقد انتخابات جديدة. تعذر عليه تشكيل حكومة جديدة كما يشاء، وبذلك اليوم يستخدم الشارع والاحتجاجات من أجل الدعوة والمطالبة بعقد انتخابات جديدة. إذا ما نظرت إلى الصورة عموما، علينا أن نتذكر أن هنالك مشاعر بين المحتجين من هم من الموالين للصدر، وكذلك العراقيين الشباب الذين كانوا في الشارع في العام 2019، وهذا من أجل تغيير النظام كما ذكر السيد ووريك منذ لحظات. لقد سئم العراقيون من النظام الطائفي لتقاسم السلطة، حيث على رئيس الوزراء يكون من الطائفة الشيعية والرئيس يكون من القومية الكردية وما شابه. ومن منظور أيضا بالنسبة للنظام الانتخابي، إن الناس في الانتخابات لا يصوتون لرئيس ولرئيس وزراء، فهذا الاختيار يحدث من النخبة ومن الأحزاب السياسية، وكذلك بالنسبة أيضا لبعض الأحزاب الشيعية والموالية لإيران، وهي تدير الأمور ودفت الأمور في البلاد منذ العام 2003. أعتقد أن هنالك أوجه مشتركة للاحتجاجات، حتى وإن كان هؤلاء من أتباع الصدر، وتشابه مع التشرينيين في العام 2019 إلى العام 2021. أظن وبعد نهاية كل هذه الفوضى، وذلك سينتهي بعد حد ما، أعتقد أن كل ذلك خطوة إيجابية نحو تغيير النظام في العراق، والذي تحدثنا عنه بأن العراقيين يرفضونه، والعراقيون يطالبون عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل نظام سياسي جديد ونظام انتخابي جديد. إذا التزم الأمر الصدريين والمحتجين بأخذ البرلمان ودخول منطقة الخضراء من أجل إحقاق تغيير ربما على المدى الطويل قد يؤدي إلى نظام انتخابي أكثر تمثيلا في العراق.